الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه قد اهتدى. اللهم افتح علينا فتوح العارفين العالمين ووفقنا توفيق الصالحين ونور عقولنا وقلوبنا بنور العلم والفهم والمعرفة واليقين وفقهنا في الدين وزدنا من كرمك علما يا عليم واجعل اللهم هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم. اللهم إنا نبرأ إليك من علمنا وحولنا وقوتنا ملتجئين إلى علمك وحولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين البلاء والغلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر برحمتك كسرنا وتول بعنايتك أمرنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. وما زلنا مع سلسلة محاضراتنا لمادة أصول 2 ومع المحاضرة 24 من كتاب نور الأنوار شرح متن المنار للإمام النسفي رحمهما الله تعالى. طبعا آخر شيء نحن تكلمنا فيه بالأمس كنا في الحقيقة والمجاز، وكنا قد تكلمنا عن المواطن التي تترك فيها الحقيقة ويصار إلى المجاز، تمام؟ قلنا إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز، إذا هجرت الحقيقة يصار إلى المجاز. تترك الحقيقة بدلالة العادة، تترك الحقيقة أيضا بدلالة نفس اللفظ أو اللفظ في نفسه، تترك الحقيقة ويصار إلى المجاز بسياق الكلام، تترك الحقيقة ويصار إلى المجاز لدلالة أو لأمر يرجع إلى حال المتكلم، تترك الحقيقة ويصار إلى المجاز لنفس محل الكلام، وانتهينا من ذلك. بقي آخر شيء عندنا فيما يتعلق في المجاز في قضية إضافة التحريم إلى الأفعال، إضافة التحريم إلى الأعيان، هل هذا على سبيل الحقيقة أم على سبيل المجاز؟ ما المسألة؟ الآن عندنا الأصل في الأحكام الشرعية أن تضاف إلى الأفعال، الأصل في الحكم الشرعي أن يكون وصفا للفعل. ليه؟ لأنه أصلا الأحكام الشرعية متعلقة بأفعال المكلفين، تمام؟ مش قلنا الحكم هو أثره أو أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. إذن الحكم يتعلق بفعل المكلف، فالحكم يضاف إلى الفعل. طيب إذا أضيف إلى العين إلى الذات، يعني الأصل أن تقول يحرم شرب الخمر، هي شرب فعل، يحرم أكل مال اليتيم، يحرم فعل الزنا، تمام، يجوز الاصطياد، كلها أحكام تتعلق بالأفعال. طيب إناطة الحكم بالأعيان بالذوات، هل هذا على سبيل الحقيقة على سبيل المجاز؟ ماذا يفيد؟ فأنت كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، لاحظوا الحرمة تعلقت بالأم بذاتها، ما قال حرم عليكم نكاح أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة. هل هذا على سبيل الحقيقة أم على سبيل المجاز؟ قولان، تمام؟ تفضل يا سماح. والتحريم المضاف إلى الأعيان، لو تذكر الصفحة، صفحة 203. قال المصنف رحمه الله: والتحريم المضاف إلى الأعيان كالمحارم والخمر حقيقة عندنا خلافا للبعض. نحن عندنا حقيقة، طب ماذا يستفاد منه؟ نفس الشيء، حرمة الفعل لكنه أبلغ. التحريم إذا أضيف إلى الذات تفيد نفس الشيء، تحريم الفعل يعني حرمت عليكم أمهاتكم، شو يعني؟ يحرم عليكم الاستمتاع بالأمهات، يحرم عليكم نكاحهن، حرمت عليكم الميتة أي حرمت عليكم أكل الميتة. هل هذه الإضافة على سبيل الحقيقة أم على سبيل المجاز؟ عندنا على سبيل الحقيقة خلافا لغيرنا، ولكن هذه أبلغ في التحريم فيما لو أضيف التحريم إلى الفعل. تفضل. جملة مبتدأ تتمة لقوله وبدلالة محل الكلام جيء بها ردا لزعم البعض، فإنهم زعموا أن التحريم المضاف إلى العين كالمحارم في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، والخمر في قوله صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر لعينها، مجازا عن الفعل أي نكاح أمهاتكم وشرب الخمر، تكون الحقيقة متروكة بدلالة محل الكلام. تمام. لأن المحل في عين لا يقبل الحرمة، لأن الحل والحرمة من أوصاف الفعل. فقلنا نحن إن هذه الحرمة على حالها وحقيقتها،
يعني هي القائلون بأنه مجاز قالوا لا، هو قال حرمت عليكم أمهاتكم، أي إضافة الحكم للذات وهو التحريم إلى الذات وإلى الخمر أو الأمهات، وأراد الفعل حرمت عليكم نكاح، حرم عليكم كذا. ليه؟ طب ليه ما صرت يعني القائلون بالمجاز ليه ما انتقلوا من الحقيقة إلى المجاز؟ قالوا لمحل الكلام، لمحل الكلام، لأن الذي يحرم فعل لا عين. تمام، قلنا لا، الأمر على حقيقته. تمام، لأنه أبلغ من أن يقول حرمت نكاح أمهاتكم، وذلك لأن الحرمة نوعان، نوعا يلاقى الفعل فيكون العبد ممنوعا والفعل ممنوعا عنه، ونوعا يلاقى المحل فيخرج المحل من أن يكون مباحا، وصار العين ممنوعا والعبد ممنوعا عنه، وهذا أبلغ الوجهين في المنع. تمام، يعني هنا لما قال حرمت عليكم أمهاتكم، يعني هو يقول نكاح الأم حرام، ولكن يقول لك الأم حتى لو تصورنا أحد ونكح أمه أو فعل هذا الفعل، أصلا الأم ليست بمحل قابل لهذا الفعل ابتداء رأسا من أول الأمر. هذا أبلغ في التحريم. معنى إضافة الحرمة إلى الأعيان أي أن هذا العين، هذه العين التي أضيف لها الحكم، هي غير قابلة وهي ليست بمحل ابتداء لهذا الحكم أصلا، فلو وقع عليها لا أثر له. تفضل. فإن الأول كما يقال للطفل لا تأكل الخبز وهو بين يديه، والثاني كما يدفع الخبز من بين يديه ويقال له لا تأكل، فهو بمنزلة النفي والنسخ، وهو أبلغ من النهي الحقيقي. وقال بعض المعتزلة إنه مجمل، لأن العين لا يكون حراما فلا بد من تقدير الفعل وهو غير معين استواء جميع الأفعال فيه، فيجب التوقف وهو خلف من سوء سوء الفهم. هذا خلف، يعني هذا خطأ. المعتزلة قالوا مجمل، إذا أضفنا الأحكام إلى الأعيان هذا من قبيل المجمل. تمام، لأنه مش نحن مش عارفين أي فعل هو سيناط الحكم به. لو قدرنا فعل حرمت عليكم أمهاتكم، فبيقولوا هذا من قبيل المجمل، لأنه الأصل في الأحكام أن تضاف إلى الأعيان، إلى الأفعال، وها هنا أضيفت إلى الأعيان. طب لو قدرنا فعلا، نحن مش عارفين أي فعل سيناط به الحكم، سيتعلق به الحكم، فبالتالي نتوقف، وهذا خطأ. تفضل. تمام، إذا بذلك نكون هذه مسألة يعني نختتم بها مسائل الحقيقة والمجاز، أنه تعلق الحكم بالعين بالأعيان بالذوات أهو على سبيل الحقيقة وعلى سبيل المجاز؟ قولان، نحن عندنا على سبيل الحقيقة وهو أبلغ في التحريم، وفي قول آخر قالوا لا، هو هذا على سبيل المجاز، وألحقوه بآخر نقطة من النقاط التي تترك فيها الحقيقة اللي هي بدلالة محل الكلام. تمام، الآن ننتقل من حروف المعاني، حروف المعاني سننتقل منها الآن إذا هو إلى صفحة 248 بعد أن نختم، إذا بقي معنا وقت نرجع إلى حروف المعاني. تمام، لأنها طويلة. الآن إلى صفحة 248 في الوسط سنكمل عن الصريح والكناية. نحن أين الآن؟ في وجوه الاستعمال، تقسيم اللفظ باعتبار الوضع، باعتبار البيان، باعتبار الاستعمال، باعتبار الاستدلال. انتهينا من وجوه الوضع الأربعة، الخاص والعام مشترك من أول. انتهينا من وجوه البيان، مراتب الخفاء الأربعة، مراتب الظهور الأربعة. وجوه الاستعمال الحقيقة والمجاز والصريح والكناية. انتهينا من الصريح، من الحقيقة والمجاز بقواعدهما، بمسائلهما، بأحكامهما، والآن الصريح والكناية. الحمد لله. تفضل. وأما الصريح فما ظهر المراد به ظهورا بينا حقيقة كان أو مجازا. تمام. فيه تنبيه على أن الصريح والكناية يجتمع مع كل من الحقيقة والمجاز. الآن سيجعل الصريح والكناية تمام مشمولان تحت الحقيقة والمجاز، يعني قد تكون الحقيقة صريح أو كناية، وقد يكون المجاز صريح أو كناية. الآن ما معنى الصريح وما معنى الكناية؟ نحن الحقيقة قلنا هو أن يستعمل اللفظ في معناه الذي وضع له، المجاز أن يستعمل اللفظ في غير معناه الذي وضع له. تمام؟ طيب، ما الصريح وما الكناية؟ الصريح ما ظهر المراد منه ظهورا بينا، حيث تستطيع أنت أن تفهم المعنى المراد، ظهر المراد منه ظهورا بينا بحسب الاستعمال. الصريح لفظ ظهر معناه، ظهر المراد منه ظهورا بينا بحسب الاستعمال. تمام؟
نفك التعريف، نحلله، نشرحه. ما ظهر المراد منهما جنس، يعني اللفظ. الذي ظهر المراد منه يعني ظهر معنى. ظهورا بينا، لما قال ظهورا بينا هذا قيد، ظهورا بينا أخرجنا به الظاهر. تذكرون الظاهر اللي كان من مراتب الظهور من تقسيم الألفاظ باعتبار البيان؟ الظاهر معناه ظاهر بصيغته، لكن هل كان ظهوره بينا؟ لا. ليه؟ لأنه كان يحتمل التأويل وكان يحتمل النسخ في زمن التشريع. هنا الصريح ظهوره بين، تمام؟ فلما قال الصريح ظهوره بين أخرج الظاهر، لأن الظاهر وإن كان واضح أو معناه واضحا بصيغته، لكن لا أنه بين من كل وجه لاحتمال التأويل. ظهورا بينا بحسب الاستعمال، الظهور ها هنا في الصريح منشأه الاستعمال، صار واضحا بحسب الاستعمال. وانضحى، بس امسك الكاميرا. طيب، صار واضحا بحسب الاستعمال، تمام. قولهم بحسب الاستعمال هذا قيد ثان اخرجنا به المفسر واخرجنا به النص. ليه؟ لان النص وان كان ظاهرا معنى ولا ويحتمل التأويل، لكن أشد ظهورا من الظاهر، لكن ظهوره لم يكن بحسب الاستعمال وإنما لمعنى في المتكلم، تمام؟ المفسر أشد وضوحا من النص وكان معناه واضحا وظاهرا، ولكن لا لأجل الاستعمال وإنما لأجل إيه؟ عدم احتماله للتأويل. وضحت؟ فصار عندنا الصريح هو ما ظهر المراد منه معناه ظاهر، ظهر المراد منه ظهورا بينا. قولنا ظهورا بينا أخرجنا الظاهر، لأن ظهوره كان هو إن كان ظاهرا إلا أنه يحتمل التأويل. لما قال ظهور بين بحسب الاستعمال أخرجنا النص والمفسر والمحكم طبعا. ليه؟ لأن هذه الثلاثة ظاهرة ولكن ظهورها وضوحها لا بحسب الاستعمال وإنما لمعان أخرى. فالنص الذي هو مراتب الظهور كان واضحا ليه؟ لأجل معنى في المتكلم. والمفسر كان مفسر كان واضحا وظاهرا لأجل أنه لا يحتمل التأويل. والمحكم أشدها وضوحا وظهورا لأنه لا يحتمل لا التأويل ولا النسخ في زمن التشريع. تفضل. لأنهما قسمان منهما، ولما كان ظهوره من وجوه الاستعمال فلا حاجة إلى قيد يخرج به النص والمفسر، لأن ظهوره من حيث الاستعمال وظهورهما بقصد المتكلم والقرائن. فقوله أنت حر وأنت طالب، تمام. الظاهر أنهما مثالان للصريح من الحقيقة. لاحظوا، مثالان للصريح من الحقيقة، يعني قد يكون لفظ صريحا وحقيقة في نفس الوقت، تمام؟ حقيقة وكناية ومجاز. الآن صريح وحقيقة، أنت حر، هذا لفظ حقيقي، حقيقة. ليه؟ استعمل في معناه الذي وضع له، إرادة العتق، معنى العتق. طب لما كان صريحا؟ ظهر المراد منه ظهورا بينا بحسب الاستعمال. بحسب الاستعمال أنت حر يعني إيش؟ لفظ يستعمل في العتق. أنت طالق، لفظ صريح يستعمل فيه معناه الحقيقي وهو الطلاق. تفضل. فإنهما حقيقتان شرعيتان في إزالة الرق والنكاح، صريحان فيهما، ويحتمل أن يكون مثالين للحقيقة والمجاز باعتبار جهتين، لأنهما مجازان لغويان في هذا المعنى، وحقيقتان شرعيتان فيه هكذا قيل. وحكمه تعلق الحكم بعين الكلام وقيامه مقام معناه حتى استغنى عنه العزيمة. ما حكم الصريح؟ يتعلق الحكم به، تمام؟ صريح لا يحتمل، واضح بين، بذلك يتعلق الحكم به. هل يحتاج إلى نية؟ لا. ولو نوينا الاعتبار بنيتنا، يعني قال أنت طالق ثم قال نويت شيئا آخر، هل نعمل بنيته؟ نقول هذه الألفاظ، هذه من الألفاظ الصريحة التي يتعلق الحكم بها ولا تحتاج إلى نية. النية متى تعمل؟ عند الاحتمال، والصريح لا يحتمل، تمام؟ تفضل. أي لا يحتاج إلى أن ينوي المتكلم ذلك المعنى من اللفظ،
فإن قصد أن يقول سبحان الله فجرى على لسانه أن تطالق يقع الطلاق ولو لم يقصد، وهكذا قوله بعت واشتريت. وأما الكناية قال أنت طالق وقع الطلاق ولو نما غير ذلك، قال بعت واشتريت، هذه كانت إخبارات وما صارت إنشاءات، جاء شارع جعلها إنشاءات في أين؟ في إنشاء عقد البيع، بعت واشتريت، فهي من الصريح. تفضل. وأما الكناية فما استتر المراد به ولا يفهم إلا بقرينة الحقيقة. هاي ما الكناية؟ إذا كان الصريح هو ما ظهر المراد منه ظهورا بينا بحسب الاستعمال، إذن الكناية هي ما استتر المعنى المراد منها، ما استتر المراد منها معناها غير واضح بحسب الاستعمال. طيب كيف نقف على المعنى المراد؟ بالنية. إذا الكناية ما استتر المراد منها أو منه أيضا بحسب الاستعمال، بحسب الاستعمال. مش القضية هنا استتار المعنى وعدم وضوحه لأجل الخفاء في الصيغة كما كان في المشكل والمجمل والمتشابه، وليس الخفاء هنا لأمر عارض، لا، هنا استتار المعنى المراد بحسب الاستعمال. فلاحظوا في قضية الصريح والكناية الأمر راجع إلى الاستعمال. الصريح واضح بين لكثرة استعماله بحسب استعماله. الكناية استتر المعنى المراد منها ليه؟ بحسب الاستعمال. تفضل. إلا بقرينة حقيقية كان أو مجازا. فيه تنبيه أيضا على أن الكناية تجتمع مع الحقيقة والمجاز. والمراد بالاستتار هو الاستتار بحسب الاستعمال، ولا حاجة إلى إخراج الخفي والمشكل، لأن خفاءهما بحسب معنى آخر. طبعا لما قلنا بحسب الاستعمال خرج الخفي وخرج المشكل وخرج المشمل وخرج المتشابه، ليه؟ هل استتار معانيها كان وخفاءها لأجل الاستعمال؟ لا، قلنا إما لأمر عارض خارج كما في قضية الخفي، أو في أمر في نفس الصيغة كما في قضية المشكل والمجمل والمتشابه. تفضل. فلو وقع الخفاء في الصريح أو الظهور في الكناية بعوارض أخرى لا يضر ذلك لكونه صريحا أو كناية، لأن العوارض الأخرى لا تعتبر، فالمدار فيهما على الاستعمال. ولهذا قالوا إن الحقيقة المهجورة كناية والمستعملة صريحة، والمجاز المتعارف صريحا وغير المتعارف كناية. هاي لاحظتم الحقيقة المهجورة كناية، والحقيقة المستعملة صريح، والمجاز المتعارف الذي كثر استعماله ايش هذا؟ ايش صنفه؟ المجاز المتعارف صريح، والمجاز غير المتعارف كناية. تمام؟ كله كيف صنفنا؟ بحسب الاستعمال. حقيقة تستعمل، إذن هذا صريح. حقيقة مهجورة، هذا كناية. مجاز مشهور كثر استعماله متعارف، هذا صريح. مجاز غير متعارف، هذا كناية. تفضل. مثل ألفاظ الضمير. طبعا الضمائر من الكنايات. يعني لما تقول مثلا التقيت به، الهاء لمين راجعة؟ هذا ضمير كناية. مثل لما تقول جاء محمد، محمد صريح، تمام؟ الذات المشخصة المسمى محمد. التقيت به، هذا ضمير استتر المعنى المراد منه، تمام؟ بحسب الاستعمال. تفضل. كهاي الكناية وأنا وأنت، فإن كلها وضعت ليستعملها المتكلم على طريق الاستتار والخفاء. وكونه أعرف المعاد عند النحويين لا يضر بكونه كناية. ايش يعني وكونه؟ الضمائر، احنا المعارف عندنا بقول الضمير من المعارف، وكونه من المعارف عندنا لا يدل على انه ايه، يعني لا يستلزم منه ان لا يكون من الكنايات. تفضل. تمام. ولهذا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على من دق بابه فقال من أنت؟ فقال أنا، فقال صلى الله عليه وسلم أنا، أي لما تقول أنا بل اذكر اسمك حتى أفهم. ثم الظاهر أنه مثال الكناية الحقيقية ولم يذكر مثال الكناية المجازية، وحكمها أن لا يجب العمل بها إلا بالنية، أي بنية. هل حكمها إذا كان الصريح يثبت حكمه يعمل به بدون نية؟ الكناية متى يثبت حكمها؟ متى يعمل بها؟ بالنية، عند الاحتمال تعمل النية، النية تعمل عند الاحتمال، والكناية تحتمل. تفضل. لكثرة
كونها مستترة المراد فلا يطلق فيه انتباء ما لم ينوي نيتها أو لم يكن شيء قائم مقامها كدلالة حالة الغضب أو مذاكرة نية أو ما يقوم مقامها. شوفي يعني مثلا لو قال أنت بائن هذا لفظ غير صريح. ليه؟ لأنه بائن يحتمل أنك أنت بائن أي بعيدة معنى البعد، ويحتمل أنه بائن أنت طالق. طب كيف نعرف أنه من البعد أم من الطلاق؟ النية تحدد. فإذا قال نويت أنا بأنت بائن طلاق وقعت طلقة بائنة، تمام؟ ما نوى بها شيء خلاص لا يقع طلاقا، تمام؟ بخلاف أنت طالق صريح في الطلاق تقع طلقة. فلو قال أنا نويت بأنت طالق شيء آخر لا تؤخذ بنية أصلا، لا يعول على نيته. ليه؟ على نيته ليه؟ لأنه الصريح أصلا لا يفتقر إلى نية، يثبت بدون نية، بخلاف الكناية هي التي تفتقر إلى النية أو ما يقوم مقامها. تفضل. وكنايات الطلاق سميت بها مجازا حتى كان قوان جواب سؤال مقدر، وهو أنكم قلتم إن الكناية ما استتر المراد به، والحال أن ألفاظ الطلاق البائن مثل قوله أنت بائن وبتلا وحرام ونحوها. طبعا الآن نحن في عندنا ألفاظ صريحة في الطلاق اللي هي فيها مادة الطلاق، وفي عندنا ألفاظ كناية في الطلاق، كنايات الطلاق. الألفاظ الصريحة أنت طالق، طلقتك، هذه تقع بها طلقة واحدة، تمام، بدون نية. طيب وكنايات الطلاق مثل أنت بائن، هي بتحتمل الطلاق وبتحتمل معنى آخر. أنت بلية، أنت البتة، الحقي بأهلك، أنت حرام، هاي بتحتمل الطلاق وبتحتمل معنى ثاني. هذه إذا نوى بها الطلاق وقعت طلقة بائنة، إذا نوى بها الطلاق وقعت طلقة بائنة. وكل كنايات الطلاق تقع طلقة بائنة إلا قوله استبرئي رحمك اعتدي أنت واحدة. هلأ هاي من كنايات الطلاق، استبرئي رحمك اعتدي أنت واحدة من كنايات الطلاق. لكن لو نوى بها الطلاق تقع طلقة واحدة رجعية. القاعدة أن كل كنايات الطلاق تقع طلقة بائنة. قال أنت بائن، إذا نوى الطلاق تقع طلقة بائنة، تمام؟ قال أنت حرام، الحقي بأهلك، ونوى الطلاق تقع طلقة بائنة. ليه؟ من كنايات الطلاق. طيب الآن إلا ثلاث ألفاظ هي من كنايات الطلاق، لو نوى بها طلاقا وقعت طلقة واحدة رجعية. ليه؟ الآن سنتكلم. طبعا هذا أخذناه في مادة زواج طلاق في الاختيار، أنا مش رح أوقف عليه كتير، لكن بما يخدم المادة هنا. تفضل. كلها معلومة المعاني واستعملت فيها صراحة، فكيف تسمونها كناية؟ فأجاب لأن تسميتها كناية إنما هو بطريق المجاز، لأن معنى كل واحد معلوم لا إبهام فيه، إذ معنى البائن واضح لكن لا يعلم من أي شيء بائن، أم من الزوج أو من العشيرة أو من المال أو الجمال. فإذا نوى أنها بائن عني زال الإبهام، فكان عاملا بموجبه، ولذا وقع الطلاق البائن بها. ولو كان كنايات حقيقة لكانت من قبيل أن يذكر أنت بائن ويراد بها أنت طالقا فيقع الطلاق الرجعي. واعترض عليه بأن الكناية ما كان معناه المراد بها مستتر لا معناه لغوي، وها هنا كذلك، فإن البائن وإن كان معناه لغوي واضحا لكن معناه المراد به مستتر، وهو أنه بائن عن الزوج، فكانت كنايات حقيقية. ولهذا قالوا إنها كنايات على مذهب علماء البيان دون الأصول، فإن الكناية عندهم أن يذكر اللفظ ويراد به معناه والموضوع له، لا من حيث ذاته بل من حيث ينتقل منه إلى ملزومه. تمام. كما في طويل النجاة يراد به طويل النجاة لا من حيث ذاته بل من حيث ينتقل منه إلى ملزومه الذي هو طول القامة، وها هنا كذلك، فإن بائنا محمول على معناه لكن ينتقل منه إلى ملزومه، وهو الطلاق بصفة البينونة عند النية، وهو أيضا نائب من خجة تأمل. إلا اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة. هي اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة، هاي من ألفاظ الكنايات، لكن إذا نوى بها الطلاق تقع واحدة رجعية لا بائنة. تفضلي. استثناء من قوله حتى كانت بوائن،
يعني أن ألفاظ الكنايات كلها بواعث. أن ألفاظ الكنايات كلها. كلها بواعث. إلا هذه الألفاظ الثلاثة، فإنها رجعية لأجل وجود لفظ الطلاق فيها تقديرا. أما في قوله ارتدي، شوفوا كيف لأجل وجود الطلاق بها تقديرا. هلا قل لما تقول انت الالفاظ الكنايات، انت بائن، اما انك تبائن بعيده او انت بائن طالق، اذا نوى طلاقا خلص يقع الطلاق بهذا اللفظ، تمام؟ طلقه واحده الا ثلاثه. قال اذا قال لها استبري رحمك او اعتدي او انت واحده، قال هذه اذا هي من كنايات الطلاق، اذا نوى بها طلاقا يقع طلقه رجعيه. ليه؟ قالوا لان الطلاق في هي الثلاثه لا يستفاد من نفس اللفظ، من نفس لفظ اعتدي، من نفس لفظ أنت واحدة، من نفس لفظ استبري رحمك، وإنما يستفاد الطلاق تقديرا، تمام؟ طيب تمام. إذن فقلنا هذه الألفاظ تقع بها طلقة رجعية النواة وإن كانت من الكنايات. ليه؟ قال لأن الطلاق بها يقع مقدرا، يقتضيه اللفظ فيقع قبلها. الطلاق مش ملفوظ، مش مثل ما يقول أنت طالق، لا، يقع الطلاق هنا ها هنا مقدرا لأن اللفظ يقتضي فيقع قبلها، مثل قضية التقدير المحذوف أو تقدير المضمر أو في قضية المقتضى كما سيأتي. فلما قال لها اعتدي، كيف تقدير الطلاق؟ يعني يقول لها أنا تقدير الكلام، أنا طلقتك فاعتدي، تمام؟ أنا طلقتك فاعتدي. استبرئي رحمك، رحمك لأنني طلقتك. أنت واحدة إيش؟ يعني أنت طالق تطليقة واحدة. تفضل. أما في قوله اعتدي، لأنه يحتمل اعتداد نعمة الله عليها ويحتمل اعتداد الحاجة للفراغ من العدة، فإذا نوى هذا يقع الطلاق الرجعي، فإن كانت مدخولا بها يثبت الطلاق اقتضاء، كأنه قال اعتدي لأني طلقتك، أو طلقي ثم اعتدي، أو كوني طالقا ثم اعتدي، فيقع الطلاق وتجب العدة وإن كانت غير مدخولا بها. فحينئذ لا عدة عليها أصلا، فيجب أن يجعل قوله ارتدي مستعارا عن قوله كوني طالقا أو طالق أو طلق. فقد ذكر المسبب وأريد به السبب، وهو جائز إذا كان لا. أطلق المسبب الحكم وأراد به السبب. نحن تذكرون قلنا لا، الأصل يجوز إطلاق السبب وإرادة المسبب. ليه؟ لأن هي علاقة المجاورة بين الحقيقة والمجاز. إلا إذا كان السبب متعينا لهذا المسبب يجوز إطلاق المسبب وإرادة السبب، كإطلاق المعلول وإرادة العلة. تفضل. وهو جائزا إذا كان المسبب مختصا بالطلاق، لأنها ما شرعت إلا لتعرف براءة الرحم. وأما في الأمة إذا أعتقد الأمة، أيوة. وأما في الأمة إذا أعتقد فإنما شرع عليها العدة تشبيها بالطلاق، وفي الموت إنما شرعت لأجل الحداث، فلا يكون الواقعي من العدة، ولذا شرعت بالأشهر دون الحدث. تمام. وأما في قوله استبرئي رحمك، فلأنه يحتمل أن يكون طلب براءة الرحم لأجل الولد أو لنكاح زوج آخر، فإذا نوى هذا يقع الطلاق الرجعي، فإذا كانت مدخولا بها كأنه قال كوني طالقا ثم استبرئي رحمك، وإن لم تكن مدخولا بها يكون قوله استبرئي رحمك مستعارا من قوله كوني طالقا على نحو كل ما مر فيه يعتدي. تمام. وأما أنت واحدة، فلأنه يحتمل أن يكون معناه أنت واحدة عند قومك، أما عندي في الجمال والمال، ويحتمل أن يكون معناه أنت طالق طلقة واحدة، فإذا نوى هذا فيقع الطلاق الرجعي، ولهذا قال بعضهم إنه إن قرأ واحدة بالرفع لم تطلق قد. لأن معناه منفردة عن قومك، وإن قرأ واحدة بالنصب يقع الطلاق بالنصب، لأن معناها أنت طالق طلقة واحدة. تمام. وإن قرأ بالوقف فحينئذ يحتاج إلى النية، فإذا نوى تقع الرجعية عندنا ولا تقع عند الشافعي رضي الله عنه. تمام. ولكن الأصح أن لا اعتبار للعلم. اضبطوا لي الحركة الطلاب على التيمز، اللي فاتح المايك يغلقه. يلا.
لأن العوام لا يميزون عن وجوه الإعراب، فعلى كل حال يحتاج إلى النية. أما في الوقف والنصب فظاهر أنه يصح معنى الطلاق بالنية، وأما في الرفع فإنه يحتمل أن يكون معناه أنت ذات طلقة واحدة، ثم حذف المضاف فأقيم المضاف إليه مقامه. والأصل في الكلام الصريح ففي الكناية ضرب قصور، لأنها تحتاج إلى النية أو دلالة الحال بخلاف الصريح. الأصل في الكلام أن يكون صريحا، أن يكون واضحا، تمام؟ نحن نلجأ إلى الكنايات لأجل مثلا ممكن تكون الكناية فيها توضيح، فيها ترسيخ للمعنى. كيف ممكن نلجأ للإشارة؟ الأصل في الكلام أن يكون بالعبارة. ممكن تلجأ للإشارة لكن مش لمزيد إغماض، مش للإلباس، مش للإلغاز، لا، لتأكيد معنى، لترسيخه، للتهيئة لمعنى آخر يجوز. تفضل. ويظهر هذا التفاوت فيما يجرأ بالشبهات وهو الحدود والكفارات. طبعا هلأ الصريح لأن الحدود تدرأ بها الحدود والكفارات، فالصريح يقبل في قضية الحدود والكفارات بخلاف الكنايات. ليه؟ الكناية فيها شبهة، فيها عدم وضوح، والحدود والكفارات تدرأ بالشبهات. عدي أعدي هاي العبارة. ويظهر هذا التفاوت فيما يدرأ بالشبهات. فيما يدرأ بالشبهات. بالشبهات. وهو الحدود والكفارات. إنها لا تثبت بالكناية. لا تثبت الحدود والكفارات بالكناية وتثبت بالصريح. ليه؟ الصريح واضح، الكناية فيها شبهة، والحدود والكفارات تدرأ بالشبهات. تفضل. كما إذا أقر على نفسه بأني جامعت فلانة جماعا حراما لا يجب عليه حد الزنا، وكذا إذا قال لأحد جامعت فلانة لا يجب عليه حد القذف ما لم يقل زنيت بها، وكذا إذا طبعا قال قوله زنيت بها هذا صريح يحد، طبعا مع تفصيل في قضية الشروط وباقي الأمور. أما لو قال هو قال جامع امرأة، هذا بنعتبره من ألفاظ الكنايات، تمام؟ فبالتالي لا يحد بناء على هذا الإقرار. تفضل. وكذا إذا قال لآخر زنيت فقال صدق لا يحد حد الزنا، لأنه يحتمل أن يكون معناه صدق قبل ذلك، فلما كذبت الآن؟ بخلاف ما إذا قذف رجل بالزنا فقال الآخر هو كما قلت يحد هذا المصدق حد القذف، لأن كاف التشبيه يوجد العموم في جميع ما وصف به، فبطل كونه كناية. تمام. إذا بهذا نكون قد انتهينا. ما يهمني في الكناية، طبعا هذا تفصيل في مسائل كنايات الطلاق، هذا تأخذونه في كتاب الاختيار أو أخذتموه في مادة زواج طلاق 2، تمام؟ الآن نكون بهذا قد انتهينا من الكلام عن وجوه الاستعمال، الصريح، الكناية، ختمنا بهما. ما الصريح؟ وما ظهر المراد منه ظهورا بينا بحسب الاستعمال لا بحسب أمر آخر، فخرج المفسر، خرج الظاهر، خرج النص. حكم ثبوت حكمه، شو يعني حكم الصريح؟ بيثبت حكمه معناه بدون نية، تمام؟ لأنه صريح. الكناية ما هي؟ ما استتر المراد منها، استتر معناها بحسب الاستعمال، فخرجت كل أقسام الخفي. ليه؟ لأن الخفي إما أن يكون خفيا لصيغته أو لأمر عارض، وهنا الخفاء أو الاستتار كان لأجل الاستعمال. ما حكمها؟ تثبت إيش؟ بالنية، تمام؟ ومثل لنا عن الألفاظ الصريحة والألفاظ الكناية، واستطرد في قضية كنايات الطلاق. بهذا نكون بفضل الله قد انتهينا من وجوه الاستعمال الأربعة الراجعة إلى المتكلم، فالمتكلم هو الذي يستعمل اللفظ معناه الذي وضع له فتكون يكون حقيقة، أو يستعمل اللفظ غير معناه الذي وضع له فيكون مجاز، ولا بد من علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي، أو هو الذي يظهر المعنى الذي يتكلم به يظهره، تمام، ظهورا بينا بحسب الاستعمال فهذا هو الصريح، أو هو الذي يخفي ويستر المراد بحسب الاستعمال، طبعا الخفاء يكون أو الاستتار، فهذا هو، هذه هي الكناية. الآن ننتقل إلى وجوه الاستدلال. وجوه الاستدلال هذا التقسيم الأخير، قلنا تقسيم نظم القرآن ومعنى يرجع تحته تقسيمات أربعة رئيسة: تقسيم نظم القرآن باعتبار الوضع، تقسيمه باعتبار البيان أي الظهور والخفاء، تقسيمه بحسب الاستعمال، تقسيمه بحسب الاستدلال، وهذا راجع إلى الكلام وعناصره. هلأ تقسيم الألفاظ من حيث الوضع اللي هي باعتبار الواضع، قلنا
عام وخاص ومشترك مؤول، لأن اللفظ إما أن يوضع لمعنى أو لأكثر معنى. إذا وضع لأكثر من معنى، طلاب التيم سكروا المايكات. إذا وضع سكروا المايكات عليهم. إذا وضع لأكثر من معنى فهذا المشترك، ترجح أحد معاني فهو المؤول، تمام؟ طيب وإذا وضع لمعنى واحد، إما خاص إذا كان على سبيل الانفراد أو عام إذا كان على سبيل الشمول، تمام؟ انتهينا. ثم وجوه البيان، هذا كان راجع للوضع. الآن تقسيم النظم باعتبار البيان أي الوضوح والخفاء، هذا راجع للمتكلم. المتكلم قد يظهر المعنى ويبالغ في إيضاحه وإظهاره وقد يخفي، فكانت مراتب الظهور الأربعة: الظاهر، النص، المفسر، المحكم. وكانت مراتب الخفاء الأربعة: الخفي، المشكل، المجمل، المتشابه. رجعت إلى المتكلم، انتهينا. ثم قلنا التقسيم الثالث: تقسيم نظم القرآن باعتبار الاستعمال، أو تقسيم النظم باعتبار الاستعمال. من الذي يستعمل؟ المتكلم يستعمل في نفس المعنى للموضوع له، في غير المعنى، يظهر المعنى، يستر المعنى بحسب الاستعمال. فكانت وجوه الاستعمال الأربعة: الصريح، الكناية، الحقيقة، المجاز. الآن وجوه الاستدلال ترجع مش إلى المتكلم، إلى السامع. أنا تكلمت بكلام، كيف يستدل السامع من كلامي على المعنى؟ كيف يفهم مرادي؟ كيف يفهم مراد المتكلم؟ إذا وجوه الاستعمال أو تسمى وجوه الاستنباط، طبعا السامع المجتهد، هذه ترجع يعني وجوه كيفية معرفة المعنى المراد، كيفية فهم المعنى المراد. مين اللي بده يفهم المعنى المراد؟ السامع المجتهد. كيف بده يقف على هذا الحكم؟ الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقل لهما أف. كيف هذا المجتهد يفهم المعنى والحكم من هاي الآية؟ هل بنفس منطوق هاي الآية؟ هل بإشاراتها، بلوازمها، بدلالاتها، بتقدير محذوف واو إلى آخره؟ فها هنا وجوه الاستدلال الأربعة، أي طرق كيفية فهم المعنى المراد. مين اللي بده يفهم معنى المراد؟ من الذي سيقف على الحكم على المعنى؟ السامع، هنا المجتهد. وهي أربعة: عبارة النص، إشارة النص، دلالة النص، اقتضاء النص. عبارة، إشارة، دلالة، اقتضاء. لما نقول عبارة النص، المقصود بالنص ها هنا في عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص، ليس النص الذي تكلمنا عنه في مراتب الظهور، مش النص اللي هو مزداد وضوحا على الظاهر لمعنى من المتكلم ويحتمل التأويل والنسخ، لا. هنا النص معناها الآية أو الحديث اللي هو كلام الشارع. عبارة النص يعني عبارة منطوق هذه الآية، يعني إشارة هذا الحديث، هل دل بإشارته؟ فالنص ها هنا اللي هو كلام الشارع من نصوص الكتاب والسنة، مش المقصود هنا النص الموجود في مراتب الظهور، تمام؟ الآن اللفظ إما السامع إما أن يفهم المعنى المراد من نفس اللفظ أو يفهمه من المعنى. السامع المجتهد إما أن يقف على الحكم ويفهم المعنى من نفس اللفظ أو من المعنى، لا من نفس اللفظ، تمام؟ فها هنا دلالات لفظية ودلالات معنوية. عبارة النص وإشارة النص يفهم معناها، تفهم معانيها من نفس اللفظ. اللفظ دال على الحكم. اللفظ في عبارة النص وإشارة النص دال على إيه؟ على المعنى. دلالة النص واقتضاء النص ليس اللفظ دالا، وإنما نستدل من المعنى، وإنما نستدل من المعنى، إما من المعنى ثابت لغة أو من معنى مقدر مضمر اقتضى الكلام تقديره. فصار عندنا أربعة: هي عبارة وإشارة ودلالة نص واقتضاء، اثنتان لفظيتان واثنتان معنويتان. ما اللفظيتان؟ عبارة النص، عبارة النص نقف على الحكم بنفس اللفظ، اللفظ دالا على الحكم بنفسه، تمام؟ طب إشارة النص نقف على المعنى والحكم من نفس اللفظ. وهناك دلالتان معنويتان، اللفظ غير دال ابتداء، هل المآل أكيد إلى اللفظ، لكن الذي يدل ونقف على المعنى، نقف على الحكم من خلال المعنى، تمام؟ إما المعنى الثابت لغة كما سيأتي في دلالة النص، أو المعنى اللي هو المقدر الذي قدرناه اقتضاء لصحة الكلام أو لصدقه. تفضلي يا وجوه الاستنباط.
مما شرع المصنف رضي الله عنه بتقسيم الرابع فقال: وأما الاستدلال بعبارة النص فهو العمل بظاهر ما سيق الكلام له. لاحظوا العمل بظاهر، هي عبارة النص. إذن فهمنا فلسفة تقسيم هاي الوجوه إلى أربعة، عبارة وإشارة، لأن اللفظ إما أن يدل بنفسه أو يدل بواسطة، تمام؟ إذا دل اللفظ بنفسه هاي عبارة نص إذا سيق لها اللفظ، أو إشارة نص إذا لم يسق. طيب، إما أن يدل اللفظ لا بنفسه وإنما بواسطة معنى، فها هنا دلالتان معنويتان: دلالة اللفظ يثبت الحكم بها من خلال المعنى الثابت لغة، واقتضاء النص يثبت المعنى بتقدير مضمر، اقتضته صحة الكلام أو صدقه، تمام؟ الآن سنشرع في أولها، في عبارة النص. ما عبارة النص؟ العمل بظاهر ما سيق له الكلام وكان مقصودا منه، تمام؟ شوفوا، عبارة النص هو حكم يثبت بنفس النص، بنفس الآية، بنفس الحديث، بمنطوقه، بحروفه، بعبارته، وهذا المعنى الثابت بالعبارة، هذا الحكم سيق له اللفظ، المتكلم ساق ابتداء هذا اللفظ ليدل على المعنى، فكان هذا المعنى والحكم الثابت بالآية مقصودا من سوق الكلام، إما سوقا أصليا أو سوقا تبعيا. إذن ما عبارة النص؟ العمل بظاهر، يعني بالحكم الثابت، بظاهر ما سيق له الكلام وكان مقصودا منه قصدا أصليا أو قصدا تبعيا. لذلك العبارة لا تحتاج إلى تأمل، لأنها هي مفهومة من نفس حروف الجملة، من نفس المنطوق. قوله تعالى: ولا تقل لهما أف، ماذا نستفيد منها؟ إيش فهمنا من حروف، من الحروف والألفاظ؟ حرمة التأفيف، ولا تقل لهما أف، تمام؟ فنقول هذه الآية دلت بعبارتها على حرمة التأفيف في حق الوالدين، تمام؟ ليه؟ لأنه لفظ دل بنفسه على هذا الحكم اللي هو حرمة التأفيف، وهذا الحكم سيق له اللفظ، يعني هاي الآية ابتداء جاءت ليه؟ لتبين حرمة التأفيف، وكانت حرمة التأفيف مقصودة من سوق الكلام، تمام؟ فالعبارة لا تحتاج إلى تأمل، واضحة جدا، نقف على المعنى منها بوضوح بدون تأمل. الإشارة: العمل بما ثبت بالنظم، هي ثابتة أيضا بالنظم باللفظ، ولكن الكلام لم يسق لها لا أصالة ولا تبعا، فهي ليست مقصودة من سوق الكلام. لذلك لما نقف على المعاني الإشارية نحتاج إلى تأمل، وضحت؟ لأنها ليست جلية دائما. تفضل. مش مشكلة، تمام. إلا بده عنده محاضرة يروح. قد ساعة هي؟ 5:40. طيب تفضلي. إنما عد الاستدلال من أقسام النظم تسامحا لأنه فعل مستدل، والذي هو من أقسام الكتاب هو ذات عبارة النص، وما ثبت به هو الحكم الثابت في عبارة النص. والاستدلال هو الانتقال من الأثر إلى المؤثر أو بالعكس، والأخير هو المراد هاهنا. والنص هو عبارة القرآن أعم من أن يكون نصا أو ظاهرا أو مفسرا أو خاصا. وهذا الإطلاق اللي هو نص، نصوص الكتاب والسنة، مش محصورة في النص الموجود في مراتب الظهور، تمام. وهذا الإطلاق شائعا في عرف الفقهاء من غير نكير، وإذا جاء التعريف بقوله ما سيق الكلام له دون ما سيق النص له. والعمل هو عمل المجتهد، أعني الاستنباط. اللي هو يشرح التعريف، ما العبارة؟ العمل، عمل مين؟ من الذي يعمل؟ المجتهد، هو الذي ينظر في الكلام ويستخرج المعاني ويستنبطها. العمل بظاهر ما سيق له اللفظ، تمام؟ يعني المجتهد ينظر في النص، المجتهد المطلق، حتى يستنبط الحكم منه بواسطة القواعد الأصولية، فيستنبط الحكم من عبارة النص، تمام؟ ليه؟ لأنها مقصودة من سوق الكلام أصالة أو تبعا، فلا تحتاج إلى تأمل. تفضل. فيصير حاصل المعنى، وأما انتقال الذهن من عبارة القرآن إلى الحكم فهو استنباط المجتهد من ظاهر ما سيق الكلام له، تمام. والمراد من هذا السوق أعم مما يكون في النص، فإن السوق في النص ما يكون مقصودا أصليا، تمام. السوق في النص، لما قلنا مراتب الظهور الظاهر والنص، تذكرون قلنا النص مزداد وضوحا على الظاهر لمعنى من المتكلم، إيش المعنى؟
قلنا لأن اللفظ المتكلم ساقه لهذا المعنى سوقا أصليا. الظاهر كان مقصودا من سوق الكلام سوقا تبعيا. هنا عبارة النص مقصودة من سوق الكلام أصالة أو تبعا، فعلى هذا الظاهر والنص بيدخل هنا. العبارة مقصودة من سوق الكلام سيق لها اللفظ أصالة أو تبعا، تمام؟ فالسوق ها هنا أعم من السوق الموجود في النص اللي هو في مراتب الظهور. ليه؟ لأن النص في مراتب الظهور كان مسوقا له الكلام سوقا أصليا، كان مقصودا من سوق الكلام أصالة. الظاهر كان مقصودا من سوق الكلام تبعا، ها هنا العبارة مقصودة من سوق الكلام أصالة أو تبعا، تمام؟ تفضل. يعني أحل الله البيع وحرم الربا، منقول هذه الآية دلت بعبارة على حل البيع وحرمة الربا بعبارتها، نعم. وهذا تذكرون قلنا ظاهر، ليه؟ لأنه سيق له اللفظ تبعا. والآية دلت هذه أيضا على قضية نفي التفرقة بين أو إثبات التفرقة بين الحل البيع والربا، هذا مسوق له اللفظ أصالة، فهذا من قبيل العبارة وكان نصا باعتبار إيه؟ وجوه الظهور وهكذا أو مراتب الظهور. تفضل. وفي عبارة النص ما كان مقصودا أصليا أو لا، فإذا تمسك أحدا بإباحة النكاح بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم، كان عبارة النص وإن لم يكن نصا فيه بل ظاهرا بخلاف العدد إنه نصا فيه. طبعا هلا فانكحوا، قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قلنا هذه فيها ظاهر وفيها نص. هي لما سقت الآية أصالة؟ لبيان جواز التعدد، أن يجوز للرجل أن يتزوج بأربعة نسوة في حال حقق العدل، هذا كان ثابتا بالنص. طيب والظاهر كان في هاي الآية إباحة النكاح، يعني بما أنه يجوز له التعدد يتزوج أربعة، إذن هو مباح له النكاح ابتداء، هذا بالظاهر. منقول النص بعبارته دل على إباحة النكاح اللي هي مسوق لها اللفظ سوقا تبعيا، ودل بعبارته على إباحة التعدد في حال تحقيق العدل، وهذا كان نصا وثابت أيضا بالعبارة، تمام؟ تفضل. وأما الاستدلال بإشارة النص فهو العمل بما يثبت بنظمه لغة، لكنه العمل أي عمل المجتهد أي استنباطه بما ثبت بنظمه لغة، أيضا بالإشارة نحن نص أي مش نحن يعني المجتهد يستنبط الحكمة من نفس اللفظ، تمام؟ لكن الفرق هنا يحتاج إلى مزيد تأمل. ليه؟ الإشارة لم يسق لها اللفظ لا أصالة ولا تبعا، تمام؟ اللي هي اللازم المتأخر. تفضل. لكنه غير مقصود ولا سيق له النص وليس بظاهر من كل وجه، تمام؟ فقوله بنظمه شامل للعبارة والإشارة، ولكن تخرج به دلالة النص لأنه ليس بثابتا بالنظم بل بمعنى النظم، وقوله لغة يخرج به المقتضى لأنه ليس بثابتا لغة. طبعا إذا قال العمل بظاهر بما ثبت بنظمه لغة، قال لما قال العمل بما ثبت بنظمه دخل خرجت الدلالة، لأن دلالة النص هي العمل بما ثبت بالمعنى الثابت لغة، دلالة النص معنوية وليست لفظية. لما قال بنظمه لغة خرج الاقتضاء المقتضى. ليه؟ لأن المقتضى قدرناه لضرورة صحة الكلام عقلا أو شرعا، معك على ما يأتي وهي قضية المحذوف والفرق بينه وبين المقتضى. ولما قال لم يسق له اللفظ لا أصالة ولا تبعا، طبعا هنا أيضا أكد على إخراء أو أخرج العبارة، لأن العبارة سيق لها النظم، عفوا العبارة ثابتة بالنظم باللفظ ولكن سيق لها اللفظ أصالة أو تبعا، الإشارة لم يسق لها اللفظ لا أصالة ولا تبعا. ولما قال تحتاج إلى تأمل أو ليس بظاهرة من كل وجه، أيضا تأكيد على إخراج العبارة. ليه؟ لأن العبارة ما ثبت بعبارة نص واضح فلا يحتاج إلى تأمل. فلاحظوا كل تعريف كل فيه قيد احترازي. في عبارة النص قال عبارة النص هي العمل بظاهر ما سيق له الكلام، العمل يعني استنباط المجتهد بظاهر ما سيق له الكلام، هي العبارة لأنها إيش؟ سيق لها اللفظ أصالة أو تبعا، فقال وكان مقصودا منه. لما قال العمل بظاهر ما سيق له الكلام، هذا في عبارة النص أخرج الإشارة، لأن الإشارة وإن كانت ثابتة بنفس اللفظ لكنها لم يسق لها اللفظ لا أصالة ولا تبعا. ولما قال في العبارة أنها ظاهرة ولا تحتاج إلى تأمل، أيضا أكد على إخراج العبارة لأي الإشارة، عفوا. ليه؟ لأن الإشارة قد يكون منها إشارة خفية تحتاج إلى تأمل ليست بظاهرة من كل وجه،
هنا نفس الشيء، عرف إشارة النص العمل بما ثبت بنظمه لغة، تمام؟ وليست بظاهرة من كل وجه. العمل يعني استنباط المجتهد بما ثبت بنظمه، يعني ثبت بنفس اللفظ، أخرج مين؟ دلالة النص ليست ثابتة لفظا وإنما معنى. بنظمه لغة أخرج الاقتضاء على ما سيأتي، ولما قال ولم يسق لها اللفظ لا أصالة ولا تبعا أخرج العبارة، لأن العبارة ثابتة بنفس اللفظ ولكن سيق لها اللفظ أصالة أو تبعا. لما قال بالإشارة ليست بظاهرة من كل وجه أكد على إخراج العبارة. تفضل. وقوله لكنه غير مقصود ولا سيق له النص تخرج بك العبارة لأنها مقصودة ومسوقة. وقوله ليس بظاهر من كل وجه زيادة تأكيد في إخراج العبارة وتوضيح للتعريف وإن لم يكن محتاجا إليه، يعني أنه ظاهر من وجه دون وجه، كما إذا رأى إنسان يقصد نظره ومع ذلك يرى من كان عن يمينه وشماله موقع عينه، يعني من طرف العين، موقع العين من غير التفات وقصد، فالأول بمنزلة العبارة والثانية بمنزلة الإشارة، كقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. لاحظوا هاي الآية فيها عبارة وفيها إشارة، قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، تمام؟ هاي الآية أتت في أي سياق؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. من المولود له؟ الوالد، الأب. فالآية بعبارتها توجب إيش؟ النفقة على الوالد، نفقة المرضعة على الوالد بالعبارة. وين بالعبارة؟ هاي قالت وعلى تفيد الوجوب، يجب على المولود له. من المولود له؟ الذي ولد له وهو الوالد. رزقهن وكسوتهن يعني نفقتهن بالمعروف. إذن الآية بعبارتها تفيد وجوب نفقة المرضعة على الوالد، تمام؟ لكسوة النفقة يعني بالمعروف. طيب وما تدلت بإشارة؟ طبعا ليش قلنا هذا استفيد من عبارة النص؟ استفيد من نفس منطوق اللفظ، ما احتاج إلى تأمل، وسيق له اللفظ أصالة. هلأ ليه ما سيقت هذه الآية؟ سيقة تبين لنا أن مدة الرضاع تمامها حولين، ولتبين لنا أن نفقة المرضعة تكون على مين؟ على الوالد، الوالد. هذا السياق. تدل هذه الآية بإشارتها على ثبوت النسب للأب. طب وين أتينا بهذا الكلام؟ قال وعلى المولود له. لاحظوا له، أضاف المولود له الهاء لمين؟ للأب، للوالد. أضاف المولود للوالد باللام. اللام ابتداء أن تفيد الملك، والحر لا يملك، فأفادت الاختصاص، اختصاص الأب بابنه. ومن ذلك هذا إشارة على أن الأب الابن يثبت نسبه للأب لأنه مختص به، تمام؟ وأحكام أخرى ثبتت بالإشارة. طيب سؤال، هل الآية سيقت لبيان هذا الحكم؟ يعني الآية فيها قصد أصلي أو تبعي إلى أنه يثبت نسب الابن للأب؟ لا، الآية كلها تتكلم عن المرضعة وتمام الرضاع وعلى نفقة المرضعة تكون على الوالد ونحو ذلك، هي كلها بالعبارة. طب كيف فهمتم ذلك أنه ثبوت النسب بالابن لأبيه؟ قلنا بالإشارة، وذلك باللام، بإضافة الولد إلى الأب بلام الاختصاص اللي هي تفيد الملك ابتداء، وها هنا الأب لا يمكن أن يملك عين ابنه، فقلنا الابن يختص بأبيه فيثبت النسب، نسمو الابن لأبيه. هذه بالإشارة. ليه بالإشارة؟ ثبتت بنفس اللفظ. وين اللفظ؟ له اللام التي أفادت الاختصاص. إذن ثبت هذا المعنى الإشاري والحكم الإشاري باللام. طب لما كان معنى إشاريا لا عباريا؟ لأن اللفظ لم يسق له أصالة ولا تبعا، ولم يكن ظاهرا من كل وجه، تمام؟ تفضل. مثالاً للعبارة والإشارة معه، تمام. ضميرهن راجع إلى الوالدات مذكورة في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإن كان المراد به إيجاب نفقتها وكسوتها لأجل أنها زوجته ومنفوحته فلا مضايق فيه، وإن كان لأجل أنها مرضعة لولده يحمل على أنهن مطلقات منقضية عدتهن، تمام. وعلى كل تقدير سيق لإثبات النفقة، وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء،
لأن المعنى فعل الذي ولد الولد لأجله رزق الوالدات وكسوتهن. فالنسبة إليه بلام الاختصاص يعرف به أن الأب هو الذي اختص بهذه النسبة بخلاف لفظ الوالد والأب، إنه لا يدل على هذا المعنى إذ ليس فيه لام الاختصاص. وكذا يشير هذا إلى أن للأب حق التملك في مال ولده عند الحاجة لأنه مملوكة، وإلى أنه لا يشارك الوالد أحدا في نفقة ولده. هي كلها معاني إشارية استفيدت من المولود له. تمام؟ تفضل. كما لا يشاركه في هذه النسبة أحدا على ما فصلنا كل ذلك في التفسير الأحمدي. وهما سواء نقف هنا ونشرع نكمل.